طب خليني اكلمك كهاب عن حاجه تانية برضو، هي اكيد تجربتك اللي انت عشتها اللي هي من سنه 2017 والمشاكل اللي دخلتها دخلتك في حتة يمكن الرياضيين لعبوا وبطلوا ما شافوهاش. ايش تشكلات والوادة والكلام ده والمنظمه العالميه لمكافحه المنشطات واستشكالات وبتاع، يعني لو تخص دي في نصيحه للرياضيين المصريين تقول لهم ايه؟ بص، هي طبعا الفتره دي صعبه جدا. طبعا انا استغلت الفتره دي حاجتين. حاجتين، ان انا بدات اتعلم ايه الصح وايه الغلط، ايه الحاجات اللي اقدر اعملها، الفيتامينات، فنية. المكملات، يعني من كل ناحية. حاجه من كل الجوانب. تمام. الناحيه الثانيه بقى، درست، عملت ماجستير ودلوقتي دكتوراه، المفروض هناخد السنه الجايه في دكتوراه العاب قوه برضه، امير رمح مجالك في مجالي، تربيه رياضيه، المفروض انا ناقش الدكتوراه السنه الجايه. فبرضه قلت احاول اشوف برافو. الجديد، بدل ما يبقى خلاص هو مجال ملعب بس، لا يبقى مجال ملعب ومجال متاسس عن بعلم عشان ابقى انا فاهم كل حاجه ماشيه ازاي. وبدات اتعلم في الناحيتين. فاللي اقدر اقوله ان مفيش حد ياخد اي حاجه الا لما يكون عارف ايه مصدرها. لازم يرجع للنادو المصري كمكملات غذائية. كمكملات يعني غذائيه. طب يعني انت دلوقتي لو عندك بروتينات بتاخدها، طبعا محتاج تمام بروتينات، محتاج فيتامينات، تمام، جبت علبة ممكن بروح تاخدها تروح النادو، بيها بروح نادي. النادو، بروح النادي، بقول لهم يا جماعه هل دي ده اللجنة المصرية للمنشطات لجنه من مقرها المنظمه فين؟ تعرف المصريه، المنظمة المصرية تعرف فين؟ موجوده في عمارات الماسه جنب سيتي ستار تقريبا، حاجه كده، يعني هي موجودة في القاهرة، موجوده ممكن تاخد العلب والمكملات وتروح لهم. بروح لهم هنا، وهما ما بيخلوش على حد باي معلومه خالص. فدي اول نصيحه. تاني تمام. نصيحه، ان كل واحد لازم يتعلم هو بيعمل ايه. فعلا الرياضه بحر كبير، ما ينفعش تقول انا اتعلمت كل حاجه، كل يوم في جديد، كل يوم في حاجات بتحصل، كل يوم لازم تتكلم مع ده، تتكلم مع ده، ما تقتصرش على حاجه معينه. وانا حاولت اتعلم في مجال غير مجالي، انا حاولت اتعلم في علم الحركه، ميكانيكا، انا كنت تدريب العاب قوه، ماليش دعوه بميكانيكا خالص. حاولت اتعلم ميكانيكا عشان خلاص الرياضه بقت ميكانيكا كلها، كلها تحليل حركي. فحاولت اتعلم وبدات اتعلم. فانا بنصح الناس كلها يتعلموا كويس في الحته دي، يشوفوا يقرا كويس في اللعبه بتاعته. نعم. عشان يقدر ينتج حاجه كويسه. وبرضو علم النفس برضو مهم جدا، ان انت تقدر تقرا فيه. قريت في علم النفس، قريت. شفت قريت شفت انا يعني كنت انا خلي كنت بالك، تلت اصل ده بحر علم النفس ده، ما يعني بقول لحضرتك انا ثلاث سنين اساسي، قصه رهيبه. ثلاث انا انت طبعا يعني عارف اساسي وسيدي، عارفين يا كابتن. ثلاث سنين، ثلاث سنين فعلا علموني حاجات كتير، واكثرهم الصبر بقى والتحدي. هو ده خلاص بقى، انت لازم عندك هدف لاعب مرشح للميداليه الاولمبيه في ريو دي جانيرو 2017، للاعب لتمرين بلا موقوف هدف، 4 سنين لتمرين بلا هدف، وتمرين بدون هدف بالظبط. ومعلش خليني اتكلم معاك بكل امانه، يعني الناس كانت شايفه انه خلاص يعني ايهاب عبد الرحمن انتهى. يعني انتهى. انا سمعت كلام زي كده، انا سمعت كلام زي كده، وفي ناس في اعرف ناس قالتها لي في وشي، ومعاملات اتغيرت وحاجات زي كده. لسه كنت عايز اقول لك كده. هتلاقي ناس كنت بتكلمها ما تردش عليك، وهتلاقي مش بالظبط. عارف ناس كانت فاتحه لك مكانها تتمرن فيها ما بيجيش تتمرن. بس انا ربنا كرمني بفعلا الناس وقفت جنبي. يعني انا ربنا كرمني بناس وقفت جنبي، ناس نصحتني صح، ناس قالت دي لي. اخر لحظه انجاز قبل الواقعه صح؟ دي 2015 كانت بطوله العالم. بطوله العالم صح؟ بالظبط. وبعدها في 2016 بقى كنت لعبت حوالي 5 6 ماتشات او 7 ماتشات، في 4 في 2 3 في الدوري الليج وكده، وكنت كسبان كل الماتشات دي كلها ما شاء الله. اول 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 اول، وكنت مصنف اول كمان وبتاع مستوى العالم. فكانت الدنيا ماشيه معايا كويسه جدا جدا جدا. ما كنتش في لحظات كده تقعد بينك وبين نفسك، خلينا اتكلم بامانه، مثلا ممكن تعيط كده تقول ايه اللي حصل لي ده بص انا هقول لحضرتك على حاجه، كلنا لازم بيجي وقت كده فيه اكتئاب او ضعف. بالظبط. ده مش معنى انا، مش معنى انا اللي مش معنى اللي حصل لي بس انا بقول لحضرتك، هي دي الفكره، ان فعلا لما يبقى وراك حد فعلا بيحبك بجد بينصحك وبيدفعك. بالظبط بالظبط. كل الناس، انت لسه، انتوا اللعب عندكم اللي عند 40 سنه بيدوا، يعني مثلا صاحب رقم العالم رامي هو عند 33 سنه، يعني ده عندي 35 سنه، ده احسن سن ليك في الرمي عامه. بعد كده بتثبت او الزياده بتبقى قليله شويه. في ناس، لا في ناس مؤمنه جدا، اهلي، صحابي، الناس دي كلها وقفت جنبي. تمام. بعد كده انا بدات اجي بقى، انا كنت بخاف اظهر،
كنت بخاف اظهر في النادي، اظهر في الملاعب، فيمكن حتى كابتن ياسر عرف ما كنتش باجي الماتشات خالص. بس على فكره هو كان الاسئله ناس كتير، بس انت كنت والله يعني كذا مره قابلتك وكذا مره يعني كنت معانا، قلت لنا لا هيقوم ويقف ولسه كمان ان شاء الله ان شاء الله. فانا بقول لحضرتك فلقيت لقيت في دعم غير محدود كبير جدا من كل الناس. انا جيت بدات اظهر في النادي، مقابله كابتن محمود الخطيب ليا، اعضاء مجلس الاداره كلهم بلا استثناء. قابلت كابتن محمود الخطيب كتير، وقف مشكلته وقف معايا لما جيت اكلمه عشان عايز اقدم التماس وكده. لا لا، احساس من جوايا انا ان انا عايز اعمل حاجه كويسه عشان ارد للناس دي حاجه واحده من ثقتهم فيا، من اللي هم وقفوا جنبي فيها. يعني الالتماسات اللي كان بيقدمها او الاستشكالات كان النادي الاهلي بيقدمها له ولا؟ طبعا كان دايما في قلب، ودايما لازم من خلالهم ابقى انا يعني بعمل حاجه. ما ينفعش اعمل حاجه الا لما ارجع لهم بصراحه. وبصراحه انا كنت في الاول خالص انا قلت اكيد هينسوني بقى، ما حدش هيفتكر. لا، لقيت دعم بصراحه انا بشكرهم جدا. يعني يمكن اللي انا فيه ده فضل من ربنا، وبعد كده هم يعني بصراحه.